يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك؟ ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش قايل لك البت تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه ماشي. يا خميس الحاج عايزاك. اوعى يا اتفضل اوعى. ست شوق، أمور ست شوق. ازيك يا مطني؟ الحمد لله. انا عارفه انك هتركز معايا كده وهتدور. ماله افندينا؟ مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، اساليه هو. وهو انا لو عايزه اساله هاخد الاذن منك انت؟ يا واد انت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. ما حضرتك عارفه يعني الاوامر. ما اقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دوره. العين دي قد العين دي. مين رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوه. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. ما حدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد. الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني بره. يلا بط، يلا راحه واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرامه اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا طمني. العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضيلك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل. دي فرصه يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكه شوك؟ البنت انا سالت عليها جابوا لي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش. طلعت بنت تاريخ، يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده ادي له خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسنه المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك؟ شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جمت لون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق. هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك
بنظرة واحدة. أيوة بس مش هنا، المرة اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مرة تسلم الجرة. أفندينا عنيف في كل حتة، وأنا مش عاوز أدخل معاه في سكة وأنا داخل على الانتخابات. اخص على الرجالة اخص بقى، ده بجاش المري اللي كانت كلمة منه تهز أجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسة. هي يا اخويا السياسة بتعلم على الرجالة وتعمل فيهم كده؟ يوه يا شو يوه، ايه هما الكلمتين اللي عايزة تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفسترت مني كده زي ما انا شايفة، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لأفندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الأنس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكاية يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانية، وانت اللي هتجيب لي قرارها. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصة اسمها رمانة واكلة دماغ افندينا، عايزك تجيب لي كل كبيرة وصغيرة عنها، واوعى تقولي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحدة شمال زي دي يا مر. شكلي كده نقلت العطر ورسي على افندينا ورميتي طوبه الكل. اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمه زي دي؟ حلاوتك يا شو، اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذه يروح يقول له، واللي يحسن يحسن. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره فاكره يا بنت، ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوف عينيا ابدا. كملنا كلام وحديث وغرام وانا في الحواديت. ينيلك، فكرتني بايام الهي لا يعدها. يا صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا، ما هو الخال مديني تصريح مفتوح. كمان؟ حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة. فكر. متشكرين. والوقفة دي مش حلوة. يلا بالسلامة وصبحي لنا على الخيل. يوصل يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم، مين اللي يخصنا النواحي دي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شو. ايوه معرفش، ما استقبلتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المدة دي. بقولك ايه، انت متأكد ان الولاية دي كلبة فلوس؟ يعني تبيع اي حد عشان قرش زيادة؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومة وانتهى. عاوزك تركز بقى في خميسة فندينا، عايزاك تجيب لي خط سيره بالساعة وبالدقيقة، وما تقوليش بقى بيروح الغرزة ولا المكتب عند المحامي. لا، من ساعة ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما أحب أجيبه أجيبه. طيب ماشي، سلام. أنت بقى مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. تحليات مباحث حصلته في 3 أسامي. تحريات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه سمحت اسمه
سيدي اسمه لؤي الشريف، ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين، المهم انت متاكد؟ اقص عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي. ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتهبط اتعب. خميس انا خايف عليه. القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب. لو قفشت في لحمك ما بتطلعش الا بالدم، وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس، كلامك كتر قوي يا مطر. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشره نفسك في حاجه زي دي ليه؟ اصل اكتشفت ان حالها من حالي. انت حابسني في جوازه ابنك عشان خايفه اقرب كلمه كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فترة كلمه زياده وحنسى انك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان كان. انا بس عايزه اقول لك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم بسكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيف انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجبك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. وده عيب النسوان. بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي الوبور. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا لا، قولي الاولانية. الدادة الدادة؟ دادة يا واد انت اللادة. بحبك. حلاوتك يا فنينة. ما جاش يا حلو. فاكر يا ما كنت بتسرق يا ده ابني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت. انت مالك انت؟ امال حالك المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي، خد يا سيدي الدايده بتاعتك، ارضع منها براحتك. ماجاش؟ هو انا كده تعبتك قل؟ لا لا لا، تعبك روح. المره دي اتعب لك، المره الجايه تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعه فندينا، اول اطفه من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي اخلاق المعلمين والا فنا. ولا على راي المثل ايه؟ لا يأس مع الحياه. ولا حياه لمن تنادي. يعني ولا حاجه. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت.
نبي يا معلم تعتقني لوجه الله، انا خلاص طلبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا لبعض. خلاص يا معلم طلبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرج من هنا والنبي. ما ترى؟ نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبة دي من عليها ورجعيها بني آدم من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزها عروسة على الفرازة، ولو قدرت تفرديها شوية تفرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابية على الفحم والشيشة. ايه بقى؟ تكنيلة موقوسة. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها أكتر من كده، لأن لو قربنا منها أكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح أكتر وأكتر كمان. أمال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح إن نوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على أي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقولك على كل حاجة، وأول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضو على كل حاجة. بنتي دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجة علي احنا مفكرناش فيها. حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقولك ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجال دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجالات. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس، هي تبعه؟ تبقى مره شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابه دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمة العيش. والفاتحة على العيال اللي بأصله ما يرعيش ربنا في أكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد إيدك يا معلم هللة. بسم الله يا رجالة، إحنا مكشوفين ولا إيه؟ إحنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحة. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين ناسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا، ما تخافوش هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف.
ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبيلو يا سلام. نبيلو. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى عيت ابو زنة كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخة ووعد مني دم يسيل كده يا رجالة لو حد أمن على الترابيزة دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا عشت. بس الطبخة زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمة والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمة، واللي أوله شرط آخره فلنا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنة؟ اصل شوق مخنوقة شوية، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حتة. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمة بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجة، ولا عايزاني اغنيله واقوله ارجع، ولا عيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عيون شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعضه. هات يا جمال يا رب. يلا يلا. طب كل يعيش مع نفسه اللي ناوي يروح، واللي زعل نفسه هو اللي جرح على روحه. يعيش مع نفسه يلا، واللي زعل نفسه يلا. طب كل يروش، طب كل يفرش، عيش مع نعيش كل يدلع، طب واللي يدلع لا 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 ما تزعليش. يا بيسا من ساعة ما ادتني البتاعة دي وانا دماغي هتنفجر، شنيور شغال وش في دماغي. بتاعت ايه انت ضربة حاجة؟ نص حباية من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمة. طب على مهلك يا اختي. رمانة يا دكتورة. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك.
أمريني وأنا أجيب لك أسطول دكاترة يبقى تحت رجلك، بس أنت تقشري. أنا تمام. أحلى أزازة بأعلى مزاج للجوم الدل وآخره. مرسي يا شلل. أنا تحت الأمر والطاعة، وريني كده. إيه ملكة مفضتي كده ليه؟ ما إحنا كنا كويسين. ورنا يا فندينا. ايه الزبالة دي من هنا؟ عايز الترابيزة نظيفة. ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا. ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجة. يلا. معلش تعال اقعد معايا على البار. انا مؤاخذة يا فندينا. يلا. ايه؟ انت لازم تسيب بصمة في كل حتة؟ خال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. عرفت السكة منين؟ البركة بشوق. لا إله إلا الله. مالك يا أخويا، مش بيقولوا اللقى نصيب؟ إنما إيه الحلاوة دي؟ قمر وأنت متعصب. توب علينا ربنا. أه ده خير. أه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل الليله دي هلفطت سكارة، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عد الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. ومانا الحركه دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابه يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السيادة. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا اهلنا انضربت يا مال. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول، ومليك علي حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالسر. رمانة روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال يا ولد. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله. خلي بالك من نفسك. اسد. علينا ربنا. انا من الحق ابو جمعه، لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي. طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني.
يا راجل. أمال أنت يا جماعة إيه الورق؟ مين ده؟ ده المطر. قولي لي يا بنتي يا سوري، انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنتي سحرتي له. والنبي يا ست مطر لا سحر ولا شعوذه، دي توليفه بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض. انا تعبانه قوي يا سوري، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هم مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ماني قاعده نضافك، لمي نفسك لاديكي بالشبشب. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني؟ وانا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفين؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت مهمله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه، وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابساني. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس؟ وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي، اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي، يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يو ولا لا قومي قومي من هنا يا معلم. والله احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي، المعلم ابو سنه، احلى عيون على المعلم ابو سنه هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق، يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. أفندينا تحية جميلة يا حبيب قلبي، أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دوني بعافية ولا عايز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوان، اللي عليها وقال كافية تحذفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق، ماشي بتمرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق. بوسي قولا تحية لأفندينا اللي منور الدنيا علينا، الدنيا سيما وطبعتها كلها بلاد، بنمثل فيها وبتفرق قبل ما بتنام، حاجة جميلة لأحلى أفندينا في الدنيا. الله عليك يا شوق، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي، اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، انا ما صدقتش نفسي لما شفتك برة في الصالة مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، ايه النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت،
ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم. حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالت، امبارح شوق والنهاردة رمان. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزك تجيبهولي من النعنى. أمورين أمورين يا سلطان، بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته، شوف لي طريق. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا.